شوف الحين، شوف يرن عندك في التلفون ويرن عندك هني، ها جرس. يبا هذا يا الهي. رد رد عليه. الساعة كم؟ وقت غدا يا رجال. خلنا نشوف شو عنده، خلنا نشوف شو عنده. ألو؟ أنا في الدوام، في الدوام. شو تبت يا الحين؟ قل لي شو الصوت كان وياك؟ والله فنان والله. واضح؟ وصورتك والله واضحة. شوفوا يا جماعة الكاميرا هذه تعلقها عند البيت، أوكي؟ والحلو فيها أنك تقدر تشحنها، إنزين مو بلازم تبدلها بطارية، البطارية تنشحن فيها. وتشبكها عن طريق تلفونك سواء حق الآيفون ولا الأندرويد، وعندك في التلفون من يعني يوصل لك مثلا حد تحرك قدام الكاميرا، شوف وصل لي اشعار ان حد تحرك قدام الكاميرا. وغير هذا لازم يعني يفضل انك تحطها في مكان يعني ما تكون الحركه فيها وايد عشان تتم البطاريه معاك فتره اطول، قصدي حدك جرس يوصل لك نفس ما رويناكم، تضغط وتتكلم معه على طول.